نرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وهنروح سريعا لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه يطمنا على حاله محمود كهربا ومحمد شريف. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكابتننا الكبار وكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي الشاشه بتاع قناتنا دليل في كل مكان. يعني عايز اطمنك بالنسبه لمحمود كهربا، يعني قبل انطلاق المباراه محمود كهربا شعر باعياء ويعني اجهاد ورعشه، فضل الجهاز الطبي والكابتن سيد عبد الحفيظ ان هم يريحوا كهربا، وتم يعني خروجه من قائمه المباراه. بالنسبه ده من قبل بدايه المباراه اصلا، يعني من هو في الفندق؟ لا يا كابتن، مع يعني مع وصولنا الى استاد الاسكندريه وهو داخل غرفه خلع الملابس شعر باعياء ورعشه، والجهاز الطبي للنادي الاهلي فضل ان هو اللاعب ياخد وقت راحه افضل، فلذلك الجهاز الفني والجهاز الطبي ارتاح ان هو يطلعه خارج قائمه المباراه لمزيد من الراحه ليه محمود كهربا. لكن الامر بسيط زي ما طمنا الدكتور احمد ابو عبله والكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني امر بسيط، لكن الجهاز الفني والجهاز الطبي يعني يفضل ان هو ما يغامرش باللاعب في اللقاء ويبقى اجهاد وحمل زياده على اللاعب. بالنسبه لمحمد شريف، يعني خلينا للحظات كده مع الدكتور احمد ابو عبله، قال شد خفيف في العضله الخلفيه، وعقد نهايه المباراه ان شاء الله يتم اجراء اشاعه للاعب للمزيد من الاطمئنان على محمد شريف باذن الله. هو احسن حاجه حصلت ان محمد شريف مجرد ما شعر بيها ما كملش، طلع على طول. بالظبط ده يا كابتن ايمن، يعني كان محمد شريف عايز يتحمل على نفسه، لكن مستر بيتسو موسيماني فضل ان هو اللاعب ما يبقاش على نفسه، وتمت اشاره يعني الكابتن الدكتور احمد ابو عبله اشار كمان لمحمد شريف احنا في ارض الملعب، اشار له بعدم ان هو يعني ولا يفتح سبرنتات ولا يجري، اللي يعني عشان الامر ما يتفاقمش والاصابه ما تزيدش، لكن الامور بسيطه زي ما طمنا الدكتور احمد ابو عبله، وقال يعني عقب نهايه اللقاء ان شاء الله هنعمل اشاعه ونطمن يعني مزيد من الاطمئنان على محمد شريف باذن الله. تبقى بسيطه ان شاء الله. شكرا يا روعة، ونتواصل بعد المباراة إن شاء الله.